في هذه المدينة الجميلة كان الأمن والسلام يملأ المنطقة، وكان الجميع يحبون بعضهم ما عدا أبو سمير اللي عمره ما حب حدا، لكن الكل كانوا مبسوطين. إلى أن جاء ذاك اليوم المرير، ذاك اليوم المشؤوم، وقرر فيه أهل القرية إرسال أقوى شخصان لحل الأزمة، وهما فرقة جربان جروب للأجهزة المكتبية. كما حكيت لك الشغلة بسيطة، ندخل من هون نطلع تيك تاك على السريع، بس عليك حالك ماشي؟ صباح أكل؟ شو تبع المكزن؟ زلمة مش عارف هي يناسبه عشان تصوير بس. خلاص جاهز انت؟ يلا توكل على الله امشي. وفيما كان الكل يعاني من المشكلة، ماي بول ولا على باله. That's better. الصندوق اكيد الصدقه. يلا امشي نصح يا ابني. اشتاق لك بدي اشوف. انا يعني بدوني بقدرش اعيش، لانه انت يعني مصدر حياتي في الدنيا. انا عفنت بدوني لحيتي. طلع كيف انا حالتي على الاخر. يعني ليش انا جد اشتقت لك ليك انت يا عمي عم تخوني. انا بس مي، انا مي مقطوعه
الحين كل الحارة بتنجن كيف علينا. اسمع الحين نجيب ضندرة في الحارة وبدا راح اتحمم على المويه من 25 يوم يا زلمه. ايوه يعني بس انا بدي اتحمم، انا بعرف بدي اتحمم، بدي اموت انا في المويه. ايوه بدي اتحمم خلص، المهم اتحمم. انا همش اتحمم بدي اشرب لي كاس ميه يا باي. اسمع اسمع كندش 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 يا كبير. جبنا لك ماي من العين والله من المي هذه. بس ماي تعال شو هذا شو هذا؟ هلا وين الماي؟ نبي وين الماي؟ انت حبيت الماي؟ انت وين الماي؟ انت حبيت الماي؟ هلا وين الماي؟ انت حبيت الماي؟ انت وعدتني انت حبيت الماي؟ انت وعدتني انا جبت الماي. انت شفت الطريق؟ انت شفت الطريق؟ انت شو قصدك يا زلمه؟ انا انت وعدتني انا جبت الماي. انت شو في الطريق؟ انا عبيت. انت شو في الطريق؟ انت شو خصك يا زلمه؟ انا غبت. انا تامر